الرئيس السيسي يوجه بتطوير الجهود والأنشطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الحكومة تنفي اختفاء بعض السلع الغذائية الأساسية من الأسواق. وزير الصحة يوجه بالاستفادة من تجارب الدول الناجحة في ملف الاستثمار الصحي. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير النقل كامل الوزير ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد سامي واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات الاستثمارية والاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ووجه الرئيس السيسي بالعمل على توطين الصناعات التكميلية الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بما فيها الوقود الأخضر. كما وجه الرئيس بتطوير الجهود والأنشطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجه بتطوير المناطق الصناعية تحت مظلة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مدن متكاملة الجوانب من حيث الخدمات المتنوعة والمجتمعات السكنية. هذا وجه الرئيس بتطوير طريق السويس السخنة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التنفيذي لشركة إني الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول. ووجه الرئيس السيسي بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج بالتنسيق ما بين وزارة البترول وشركة إني الإيطالية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والطاقة، واستمرارا لمسيرة التعاون المثمرة ما بين الدولة وشركة إني. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اختفاء بعض السلع الغذائية الأساسية من الأسواق. ومن جانبها نفت وزارة التموين تلك الأنباء مشددة على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات الجمهورية، مشيرة إلى توافر مخزون استراتيجي آمن ومطمئن من مختلف في السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن عام 2022 شهد اضطرابا ملحوظا تعرض خلاله الاقتصاد العالمي لصدمات سلبية متعددة من مشكلات العرض والطلب التي امتدت إلى أسواق العمل. وعلى الرغم من اختلاف توقعات المنظمات الدولية نسبيا حول معدلات التضخم ومستقبل سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، فإنها اتفقت على توقع معدلات نمو ضعيفة للاقتصاد العالمي في عام 2023. وأوضح المركز في تحليله أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 ليبلغ 2.7% مقارنة ب 6% في عام 2021 و 3.2% عام 2022، والذي يعد أقل بكثير من متوسط النمو العالمي خلال الفترة من 2000 إلى 2021، والبالغ 3.6%، مع توقع أن يشهد ثلث اقتصاد العالم نموا سلبيا لربعين متتاليين من السنة. وأشار الصندوق إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي من 4.7% خلال عام 2021 إلى 8.8% في 2022، لتتراجع خلال العامين القادمين إلى 6.5% في 2023 و 4.1% عام 2024، مع توقعات بأن يؤدي حدوث تغييرات كبيرة في أسعار الطاقة والغذاء إلى استمرار التضخم لفترة أطول. عقد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار اجتماعا مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لبحث التنسيق في وضع رؤية مستقبلية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وبحث فرص الابتكار بملف الاستثمار الصحي بين القطاعين العام والخاص. وجه الوزير بضرورة الاستفادة من تجارب الدول الناجحة بملف الاستثمار الصحي والتعرف على الخبرات العالمية بما يجعل الدولة المصرية ضمن الصفوف الأولى بهذا الملف. كما أكد الوزير حرصه على تقديم كافة سبل الدعم والأدوات اللازمة لنجاح المشروعات الصحية الاستثمارية.